رجل شجر احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في الوطن وخارج الوطن، سعيد بتواجدي ضمن فريق هلا سألوا لهذا اليوم المبارك، كما نسعد أيضا بالترحيب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العربي شيشي. مرحبا أستاذ المنعم، بارك الله فيك، الله يحفظك ويسر لك أمرك، جزاك الله خير إن شاء الله. الله يجزيك خير. مشاهدين الكرام، موضوعنا لهذا اليوم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية 169 بعد المئة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهداء وأبطال صنعت بفضلهم العزة والكرامة والمجد والأمن والأمان والحرية من أجل إعلاء كلمة الحق ولإتمام مسيرة الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 18 فبراير يوم الشهيد، المغفرة والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل الوطن ومن أجل جزائر حرية ومستقلة، حرة ومستقلة. فضيلة الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ذكرى يوم الشهيد 18 فبراير هي محطة مهمة ينبغي الوقوف عندها. فهؤلاء الشهداء بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن نحيا وأن نسعد ومن أجل أن يبقى هذا الوطن حرا شامخا وتبقى الجزائر حرة أبية. الشهداء مكرمون عند الله عز وجل، والشهيد سمي شهيدا لأن ملائكة الرحمة تحضر وفاته وموته، فكلمة شهد بمعنى حضر، فالله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بمعنى من حضر منكم الشهر. فسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة ملائكة الرحمة تحضر موته، كل إنسان تحضر موته الملائكة، ولكن تحضر ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، ولكن الشهيد تحضر ملائكة الرحمة فقط موته، وهذه مكرمة له وفضل عظيم. والشهيد هو من قاتل أو من قتل في قتال بين المسلمين وغير المسلمين، قتل إعلاء لكلمة الله عز وجل، مقبلا غير مدبر، مبتغيا وجه الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل من أجل الذكر، يعني من أجل أن يذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأيهم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيفهم من هذا أن الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا في قتال بين المسلمين وغير المسلمين ومبتغيا بوجه الله عز وجل وكان مقبلا غير مدبر، هذا هو الشهيد. وهذا الشهيد كرم عند الله عز وجل تكريما عظيما. ففي الآية التي تلوتموها أستاذ عبد المنعم، الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء، إذن كتب لهم الحياة عند الله عز وجل، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، انظر، أحياء يعني هناك حياة، عند ربهم هناك، هذه العندية مهمة جدا، لأن عند ربهم هي تدل على مقامهم عند الله عز وجل، استقرارهم عند الله عز وجل، هم بجوار ربهم عز وجل، هم تحت رحمة الله عز وجل، عند ربهم يرزقون. كذلك أخبر بأنهم في رزق دائم مستمر غير منقطع، عند ربهم يرزقون فرحين، كذلك وصفهم بأنهم في حالة فرح وسرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون، كذلك وصفهم بأنهم في حالة استبشار،
ففرح، سرور، استبشار، كل هذه نعم عظيمة يعيش فيها الشهداء عند الله عز وجل. يستبشرون فرحين بما أتاهم الله من فضله، واستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه كلها فضائل عظيمة تتعلق بالشهيد. وعندما نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد في يعني موتته هي مثل القرصة، أشبه بالقرصة، قرصة النمل، بمعنى أن الناس يحسون الموت وسكرات الموت وغير ذلك، لكن سبحان الله الشهيد يحس كأنها قرصة النمل يعني موتته. كذلك أخبر في الحديث أن الشهيد يعني يوم القيامة يأتي جرحه يفوح مسكا ذلك الدم. نعم. قال في الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والجرح اللون لون دم والجرح جرح مسك، بمعنى اللون لون دم. نعم. والرائحة تفوح مسكا. سبحان الله. نعم. فاللون لون دم والريح ريح مسك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر أن الشهيد عندما يفارق الدنيا يغفر له مع أول قطرة من الدم، يغفر له جميع ذنوبه، ثم بعد ذلك يرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر، وكذلك يحلى بتاج الوقار يوم القيامة، ثم بعد ذلك يزوج 72 من الحور العين، وكذلك يعني فضائل عظيمة، يشفع في 70 من أقاربه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفضائل ينالها الإنسان الذي مات شهيدا. وأخبر أن أرواح الشهداء في حواص طير خضر، نعم، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه فضائل عظيمة، هذا كله لأن هؤلاء أحبوا الوطن ودافعوا عن الوطن. نعم. فحب الوطن هو مبدأ شرعي أمر الله عز وجل به، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة، يعني لما طرد من مكة وكان في خروجه من مكة في الهجرة، قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم. كما قال الله عز وجل: أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم، فقرنا الإخراج من الديار بمثابة قتل النفس، بمعنى أن البقاء في الديار هو حياة للنفس. ومن هنا وجب على كل إنسان أنه يحب وطنه ويسير ويسلك مسلك هؤلاء الشهداء، لأن هؤلاء الشهداء في الحقيقة هم ماتوا لنحيا نحن، وابتلوا وحزنوا وافتقروا لنسعد نحن ونغنى نحن. فهذا الوطن هو أمانة الشهداء، فالواجب علينا أن نحمي هذا الوطن وأن نبني هذا الوطن، كل من جهته، كل من موقعه، فهذا أمر لا بد منه. وكذلك الشهداء أمتي كثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شهيد المعركة، فهناك الشهيد المبطون الذي مات بسبب مرض في بطنه، والغريق والذي مات بالحرق، وكذلك من مات دون عرضه ودون ماله أو دون دينه، أو من يعني وقصته دابته صرعته دابته، فأخبر أن هؤلاء كلهم شهداء. المرأة تموت في نفاسها هي شهيدة كذلك. نعم. فهؤلاء والغريق كذلك. نعم. هؤلاء كلهم شهداء، لكن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، بعكس شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يحفظ بلادنا، وأن يجعلنا نسير في طريق هؤلاء الشهداء بأن نبني هذا الوطن ونخدم هذا الوطن ونتقن أعمالنا ونحافظ على هذه الأمانة التي تركها لنا هؤلاء الشهداء، إنه سميع مجيب الدعوات. بارك الله فيك شيخنا، الله يجزيك خير، الله ينفعنا بعلمك، والحمد لله أننا نعيش في أمن وأمان بفضله. نعم. هؤلاء المجاهدين. نعم. وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل هذه البلاد. نعم.
الله يتمم علينا دائما نعمة الأمن ونعمة الاستقرار. نعم الحمد إن شاء الله لله. جزاك الله خير شيخنا، ربي يحفظكم. الله يحفظك، بارك الله فيك. مشاهدين الكرام، إن شاء الله بعد يعني سؤال طرح على البرنامج نستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم وانشغالاتكم الدينية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. شيخنا، هذه سائلة تسأل تقول لك لم أصم 3 أيام من رمضان يعني قبل عامين بعذر شرعي، ورجعت ما علي من صيام يعني بعد رمضانين، هل علي يعني تصديق أو إخراج كفارة في 3 أيام اللي أفطرتهم؟ هي قضت ما عليها من الدين الحمد لله. نحن نسألها في العام الأول، لماذا لم تقضي في العام الأول يعني قبل أن يدخل عليك رمضان الموالي؟ نعم، هي ذكرت أنها لم تصم بسبب الحمل. نعم، الحمل هذا يعني بمعنى هل لا تستطيع أن تصوم ووجدت مشقة نعم تمنعها من الصيام؟ إذا كان هي كانت حامل وكانت لا تستطيع القضاء وكان هذا عذر، يعني بمعنى هذا الحمل يعني الصيام في وقت الحمل أو في لحظات الحمل، يعني بمعنى لما تكون حامل لا تتحمل الصيام، إذا قالت أنا لا أتحمل وتركت أخرت بسبب هذا العذر، هذه ليس عليها فدية، هي مطالبة بالقضاء فقط. نعم. يعني لا تطالب بفدية التأخير، لكنها لو كانت بإمكانها أن تصوم ووجدت فرصة للصيام ولم تصوم وكانت قادرة على الصيام، فهذه أخرت الصوم أو أخرت القضاء، قضاء الدين أخرته من غير عذر، فتطالب بفدية التأخير، وفدية التأخير هي واجبة، وهي يعني رطل من السميد، يعني بمعنى مد من طعام. نعم. أو ما يقابله من المال، يعني لو أخرجت 5,000 6,000 أو زادت على ذلك 10,000 15,000 عن كل يوم، هذا يعني هذا هو المطلوب. نعم. وبالتالي إذا كانت معذورة، إذا كان عذر، هناك عذر بمعنى كانت حامل، كان مشقة يعني لا تستطيع الصيام وأخرت، هذه لا شيء عليها، مطالبة بالقضاء، والحمد لله هي الآن قضت الحمد لله. أما إذا لم يكن أي عذر فهي مطالبة بفدية التأخير مع القضاء. نعم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير، نستقبل إن شاء الله المكالمات. نعم. إن شاء الله. أول مكالمة جميلة من ذاتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راكم لباس؟ ربي يحفظك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. أخي عندي سؤال لأخذ ما نقوله إحنا الميراث. الميراث نعم. عندي إحنا مع خاوتي 12 ومرتها 13 وإحنا بقى محتاجين ديالش واحد نبيعو، هما ما بغاوش وإحنا 4 بنات بغينا. أنتم عندكم عندكم هذا يعني ديالش واحد يجوز نطلبو ولا ما نطلبوش؟ ما قالوا لنا ما نبيعوش. نعم. يعني البعض حب يعني حب يقسم هذا الورث والبعض الآخر ما حبش يقسم الورث. نعم. سؤالك وين راه هنا أختي جميلة؟ هاي راي عند الشيخ. سؤالك. أسكن قلت دوكا كيف إحنا طالبين وهم مش طالبين، الكورة ما طاوش ومطلع دوتش خواتاتي ما طاوش وحدة مش مزوجة وقالك يعني إحنا أخرين ما عندهمش دار، أخرين عندهم وزوج ما عندهمش، قالك وين بروح وإحنا ما قدوش نبيعو. نعم. واضح شيخنا ولا كاش من سؤال ثاني؟ ثاني تبغي تعدي لي البني شويه صعيب وما يبغاش يطلق ولد ويجيني. وشنو اختي جميله عاودينا؟ بني واحد تما كبير وشي قبيح ما طعناش وعنده بنو ما بغاش يطلقوا عندنا. نعم واضح شيخ، ما فهمتش السؤال. عندي سؤال ثاني تبغي تعدي لي. السؤال الثاني ربي يحفظك، وليدك وش بيه؟ ما عنديش الاولاد. وليدك وش بيه؟ ما عندوش الاولاد. ما عندوش الاولاد، ندعيو له. ندعيو له. ما عندوش ان شاء الله. ان شاء الله ندعيو له ان شاء الله، ربي يرزقه ان شاء الله في العاجل ان شاء الله، الذريه الصالحه والطيبه يا رب. شكرا شكرا اختي جميله، شكرا. مع السلامه، في حفظ الله، مع السلامه. الاخ محمد من تلمسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل خويا محمد. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. طيب خويا زكي الله يحفظك، اعطينا الصوت هنا برك في الاستديو. تفضل. لا عندي سؤال في مخصوص الميراث. الميراث نعم. عندي زوجة الوالدة نتاعها توفات. الوالدة توفات. وخلات شقة يعني بطيمة، خلات شقة. وعندها شقة نعم. بطيمة. فكرة الحياة كان زين تقول لخوتها يخصك تقسمي مع اختك هذه الشقة. نعم. أيوة.
يعني الوالد الجدة يعني جداتك كانت تقول الخالات لا هذه الوالدة تاع الزوجة الوالدة تاعها تاع الزوجة نعم إيه؟ تقول لبنتها بلي هذا الباطمة في أختك الأخطر ما عندهاش مولاد نعم وهذه الشقة نعم عندها غير زوج بنات نعم عندها غير زوج بنات زوج بنات واه يعني قالت لهم هذه الشقة بيناتكم نعم واه لما توفات باعوا ديك الشقة وقسموا الدراهم بيناتهم مو الدراهم نعم عند الوفاة بعد ست سنوات ها بعد ست سنوات نعم كي بان الشقة جات الأخت الصغيرة قالت لأختها بلي حتى خوالي سالوا قالت لها قبل ما تفوت ست أيام قالت لها خوالي سالو طيب دقيقه خويا محمد الوالي ام الزوجه عندها ذكور عندها اولاد لا ما عندهاش لا ما عندهاش ذكور عندها برك الزوج الاخوات هذو ولا عندها اخت واحده اخرى الاخوات قالت لها مو الاخوال الاخوال يعني اخوه الاخوات الزوجه ام الزوجه ام الزوجه طيب لما لا جاب ديك الصغيرة قالت لأختها قالت لها قالت لي هو قبل ما تموت ما تنساوش خوالكم يعني خوالكم تبغوا يسالوا معاكم يسالوا هذه الوصية يسالوا يؤخذ بها ولا لا يؤخذ بها واضح شيخنا واضح خويا محمد واضح الشيخ واضح الله يحفظك يا شيخ الله يبارك فيكم بارك الله فيك طيب أم عاد من ميلا السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله يعني حباي عندي سؤال على الصلاة عن الصلاة تفضلي يا أم عاد على الصلاة دوكا ليا كنت مريضة بركايدي نعم مريضة بركايدي واحد العامين ولا أكثر وأنا نصلي على الكرسي إيه فهمتني ومن بعد وليت بشوية بشوية داويت وبشوية بشوية وليت عاد نحاول كيف نضل ندعي في ربي نسجد وليت عاد نصلي الفرض فنسجد فهمتني؟ نعم يعني تصلي قاعدة. نصلي لا لا مانيش قاعدة نصلي نورمال نصلي تسمى نسجد ونوض نورمال واش هي عندي ركيبي كي نطول هكذا وهما من اللورا ما نقدرش بزاف كي نتحي ونخلص نور على الكرسي الساعة وندير الدعاء ونذكر وكلش. نعم. بصح النافلة نصليها على الكرسي. نعم. النافلة نصليها على الكرسي ورايحة نسقسيكم ثاني على إن شاء الله الواحدة على جال كالقاضاء. كي نقضيو الصلاة عندي أنا تسمى نور ندير قيام الليل وندير الرواتب أنا على بالي بيهم نعم فهمتني واش هي كي عندي الفراغ نقضي نهير زوج الشيء اللي قدرني ربي عليه هات نصلي الصبح والله يسقط لي الصبح نعم فهمت نعم وسؤال تاعي الآخر بارك الله فيكم على الوضوء الأكبر كيعود الواحد طاهر نقوله طاهر يدير لازم يدير الوضوء الأكبر والله سنة كيعود واحد نقوله كده نبدأوه بعد نبدأوه خير نبدأوه بالوضوء الصغر هو الساع ومن بعد كيدوش كيندوشو ندوشو نورمال بالصابون وكلش نخليه الوضوء الأكبر هو الأخر والله نديره نورمال نعم واضح واضح وبارك الله فيك الله يحفظك بمناسبة الشهيد أنا بنت شهيد ربي يرحم الشهداء الله يرحم كل شهيد الله يرحم كل شهيد وادعيوا لي إن شاء الله ادعيوا لنا إن شاء الله بالثبات احنا العباد الكبار هذا إن شاء الله يثبتنا ربي على الدين إن شاء الله وعلى الصلاة إن شاء الله ما نفرطوش فيها وادعيوا لنا لوليداتنا إن شاء الله يصلحوا آمين آمين الله يطويك راح نسألك سؤال واحد برك يعني في كي حكمتكم أنا من معليش خذي راحتك أم عاد خذي راحتك واحدة بابا عزيزيك يكون في السجن ويصوم رمضان في السجن نقدروا خرجوا عليه احنا يا زكاة الفطر والله كيفاش نعم بارك الله فيك الله يحفظك السلام عليكم مع السلامة كان يتصل ولا نجيب أم محمد من مشريع شكرا أبو بكر أم محمد السلام عليكم أم محمد أهلا وسهلا فضل الشيخ تفضلي تفضلي عندي سؤالين فضلكم السؤال الأول بالله شوف عندي أنا شوف غير واحد حاجة بسيطة نعم يمكن كان واحد شوف واحد الوقتين يعني. أم محمد ربي يحفظك اسمعينا من التليفون الله يحفظك باش السؤال يجي أنا شوفك من التليفون أنا بعيدة على الأخو بعيدة على طيب تفضلي 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 أم محمد قلت لك رجل أختين شوف عندها ضيفة أي أعطاني كما نقول إحنا 100 مانيش نسمع مليح والله ماني نسمع مليح خاطر شوفوا الممكن...
فيا لالا؟ هكذا اللي يسمع فيك ما شاء الله. تفضلي يا ام محمد. يعطيك الخير. قلت لك كنت ضيفه عند رجل اختي سيدنا كما نقولوا. هي عطاني ميسل قعدت قلت لها انا والله ما نديها. قال لي والله غير تديها. قلت له والله ما نديها. قال لي والله غير تديها. هي حصلها فيا كما نقولوا جبت هذيك المية. يعني نعم. كما نقولوا حنايا كما شغل كما احنا نقولوا زياره. نعم. اي واش يعني نعتبر حلف يعني حلفت عليها وجبتها كيفاش ندير؟ نعم. والسؤال الاخر شوف انا عندي يعني بصراحه انا عندي 35 سنه راني ام ما شاء الله. الله يبارك ربي يحفظ اولادك ان شاء الله. الله يعطيكم الخير. الحاصل انا ما صليتش يعني في الوقت كنت نصلي يعني من 18 كنت نصلي ونتركت. اي بعدين الحمد لله ربي زاد لي صغير اللهم لك الحمد. كاين دوك المصابه بالاعصاب كاينين يقولوا لي سوق لا اما قالوا لي قضي هاد الدين اللي فات راني نقرا كل نهار معاه نهار كما نقول حنايا صبح مع الصبح ظهر مع الظهر العصر مع العصر ما بقاش ما نقدرش انا عصبيه مريضه تمشي غير ديالي ربي يشافيك درت يعني نقضي يومين في نهار ما نقدرش نقضي ثلاث ايام في نهار يا ربي نقضي نهار بخوف هذاك ما الى قديت عاد اذا امكن عاد نعم ما نقدرش واضح واضح يعطيكم الخير ونورتونا الله ينوركم بنوركم والله غير منوريننا بنوركم ام محمد شكرا ونجيب ان شاء الله ام يسرى السلام عليكم من تيزي وزو وعليكم السلام ورحمه الله تعالى تفضلي ام يسرى بركاته يا اخي انا نهار الخميس اللي فات نعم رحت عليك سؤالين تفضل صح ما جاوبتونيش قعدت نستنى تجاوبوني على ذاك السؤال على الربا خاصة على الربا أنني مخلقة أم يسرى أم يسرى إيه ربي يحفظك إيه؟ سألتي على أنت اللي تبيع الزهور والورود أيوة إيه ما شاء الله ربي ياخد عليك الشيخ قال لك راكي ما شاء الله ربنا كنت نصلي وما سمعت معليش نعاود نجاوبك نعاود نجاوبك يا أخوي خاطرش كنت نصلي معليش نعاود نجاوبك سقسيتي على الزهور والورود البيع نتاعهم لا هذيك الساعة هذيك الدقيقة اللي جاوبتوني كنت نصلي المغرب معليش نعاود نجاوبك ما كاش مشكل أيوة صحيت الله يحفظكم وعلى النوافل تانيك سقسيتي على النوافل أه فوالا هاي خلاص هذا هو إيه ما كاش مشكل يجاوبك الشيخ هناي رانا حاضرين من أجلكم خاصة على الريبة ما الشيخ جاوبك قال لك راكي ما شاء الله البيع تاعك حلال ومالك حلال والشيخ يزيد يفصل لك انت هذه صحيح الله يقويك ان شاء الله وربي يرزقك ويوفقك في تجارتك ان شاء الله صحيح طيب مع السلامه شكرا ام يسرى نجيب شيخنا الله يحفظك الاخت جميله تسال عن الميراث يقول لك عندهم منزل أو عقار حبوا يبيعوه والبعض الآخر امتنع عن بيع هذا العقار نعم بالنسبة للميراث يجب أن يقسم ويأخذ كل ذي حق حقه فإذا كان ترك المورث تركته كلها عقار واحد فالواجب أن يعطى لكل إنسان حقه إذا رفضوا أن يبيع فليتبايعون فيما بينهم إذا كان مثلا بعض هؤلاء الذين رفضوا أن يبيعوا للغير فهم يتبايعون فيما بينهم بمعنى ذاك الذي يطلب حقه يعطونه المال يعطونه حقه يخرجونه من العقار يعطونه حقه ولو بالتقسيط يعني حتى يخرجونه من العقار ويبقى في هذا العقار أو في هذه الدار الذين لا يريدون البيع نعم. وبالتالي يصير هذا العقار هو ملك لأولئك الذين دفعوا المال وأخرجوا غيرهم من الورثة هذا إذا كان ممكن هذا الحل فهذا أفضل وبالتالي يبقى العقار لهم والآخرون الذين يريدون القسمة يعني أقصد يريدون المال يريدون حقهم قد أعطي لهم المال هذا حل في حالة أنهم لم يتمكنوا من دفع المال لأنه قد يكون هؤلاء ليس لديهم مال يعني ففي هذه الحالة يمكن أنهم يبحثون عن عقار آخر يبيعون هذا العقار يقومونه ويشترون آخر أقل سعرا وبالتالي يسلمون المال لمن لا يريد البقاء في هذا العقار يسلمونه حقه نعم. لأن حقه أن يطلب يعني نصيبه من الميراث هذا حق له هذا أعطاه الله عز وجل له ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فلا يجوز أن نأكل حقوق الناس ويعني نرفض أن نسلمه حقه فإذا إذا كان أمكن أن يبيع يشتروا منهم يسلمونهم المال الحمد لله إذا لم يمكن يبحثون عن عقار آخر يكون أقل في الثمن بحيث أنهم يجعلون الحساب لو
يقومون هذا العقار الذي يسكنون فيه الآن، فينظرون كم هو الثمن الذي سيعطى لفلان وفلان وفلان فيخصمونه، فالمتبقى يشترون به عقار آخر لكي يسكنوا فيه ويسلمون المال للآخرين. نعم. فهذا أمر لا بد منه، لأن هذا حق لهم، من حقهم أن يطلبوا حقها من الميراث. نعم. نعم. شيخنا بعض يعني الورثة يتعطلون، وبعض الأحيان ما يحبوش يقسموا الورث، نصيحة لهؤلاء؟ هذا يعني لا ينبغي أن الناس عندما يموت الميت يرفضون القسمة التركة ويقول لك أنا لا أبيع وكذا، هذا لا يجوز شرعا، يجب أن يعطى الحقوق لأصحابها. نعم. يعني الإنسان إذا كان رفض قسمة التركة وبقي يعني يرفض ويتمنع من البيع مثلا أو من أداء الحق لأصحابه، كأنه يأكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل حرم أكل أموال الناس بالباطل، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. فبالتالي تقسيم التركات هذه سببت مشاكل كبيرة بين الأقارب والأرحام، وتقطعت الصلات وسببت الفتنة، والفتنة أحيانا تنتقل للأولاد وتنتقل للأحفاد وتبقى مستمرة. نعم. فتأخير قسمة التركة هذا أمر عظيم. يعني نعم أمر يعني فيه مشاكل كبيرة وأمر لا يرضاه الله عز وجل. وهل شيخنا الأم من الورثة إذا كان هذا العقار باسم الزوج؟ إذا كانت هي زوجة، نعم، والعقار باسم الزوج، فهي وارثة للثمن أو الربع بحسب، إذا كان وجد أولاد فهي تأخذ الثمن، إذا لا يوجد أولاد تأخذ الربع. والعرف شيخنا، نعم، العرف عنا يعني يقول لك بعد وفاة الوالدة، نعم، يقسم الورث. نعم، هذا مجرد عرف، لكن إذا كان الورثة محتاجين إلى المال فمن حقهم أن يأخذوا حقهم، يعني إلا إذا هم تنازلوا أو يعني تنازلوا عن حقهم، هذا أمر آخر. لكن إذا كان هي يعني هم إذا كان احتاجوا إلى المال لابد أنها تعطيهم حقهم، يعني بأي طريقة كانت، ولو أن تشتري منهم مثلا أو هم يتنازلوا لها، أو يعني بمعنى يبحثون عن صيغة لكي يأخذوا حقهم، وهي عليها أن تتفهم، هي عليها أن تتفهم، لأنه إذا كان يعني إذا كان الشخص طلب بحقه، نعم، فهذا من حقه، من حقه هذا، نعم، الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الحق، يعني سبحانه، بارك الله فيك شيخ. يبحثون لها عن مكان آخر، نعم، إما يشترون لها بيت آخر ويبيعون هذا، أو يؤجرون لها، أو توجد عدة حلول. يعني دائما نقول أنه بعد وفاة الأب يقسم الورث، يقسم الميراث، تأخيره من أجل ضبط الأوراق أو من أجل يعني بعض الورثة هو موافق على أن يؤخر، يتأخر التقسيم، أو مثلا راعى ظروف بعض الذين سكنوا في البيت، هذا لا إشكال فيه، هذا هو تنازل منه يعني. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا، الله يعلم بعلمك، ما شاء الله كفيت وفيت في هذا الجواب. تطلب الدعاء لابنها الذي لم يرزق بأولاد، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقر عينها وأن يرزق ولدها الدرية الطيبة الصالحة، إنه سميع مجيب الدعوات. ونسأل الله عز وجل لكل مسلم حرم من الدرية أن يرزقه الله عز وجل الدرية الطيبة آمين الصالحة آمين، إنه سميع مجيب الدعوات. آمين، بارك الله فيك شيخنا، اللهم آمين، الله يتقبل إن شاء الله. محمد من تلمسان أيضا مسألة ورث، يسأل عن ميراث الوالدة، تقول لك الوالدة في الحياة يعني أوصت أن هذه الشقة هي ملك لكم يعني بين الزوج الأخوات، لكن بعد الوفاة الخوال قال لهم احنا تانيك نسألوا. نعم، هي قالت قبل وفاتها، قالت ما تنسوش أخوالكم، يعني لا تنسوا أخوالكم. نعم. بمعنى أن يعني كأن الوالدة هذه في المرة الأولى كأنها تريد أن تجعلها وصية مثلا، أو أن، نعم، هذه الدار هي لكم أنتم. نعم. لكن يبدو أنها عدلت عن رأيها وقالت بأنكم لابد أخوالكم يأخذون معكم مثلا. نعم. فبالتالي إذا كان إذا كان هذه إذا اعتبرناها وصية فهي وصية لوارث. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، فإذا اعتبرناها وصية فإنها تصير هي وصية لهم إذا وافق الورثة بقية الورثة، لأن الأخوال وارثين. نعم. يعني الأخوال هنا الأخ هو الخال، هو أخ، هو أخ شقيق. نعم. يعني لأن هي هذه الأم تركت إخوة وأخوات. نعم. وبنتين. نعم. فالأخوال هم إخوة أشقاء. نعم. والخالات هم أخوات شقيقات. نعم. وبالتالي الأخ الشقيق والأخوة الشقيقات، بمعنى إذا وجد الأخ الشقيق والأخوة الشقيقات
مع البنات فإنهن يرثن الباقي بالتعصيب. فالبنات يأخذن الثلثين والباقي للإخوة الأشقاء، أو إذا كان الإخوة أشقاء وأخوة أشقاء يأخذوا الباقي. فبالتالي البنتين في الأصل في الميراث يأخذ الثلثين والباقي يأخذه هؤلاء الأخوال، الأخوال الذين هم إخوة أشقاء، وإذا كانوا أخوال وخالات يصيروا إخوة أشقاء وأخوة شقيقات. فالآن هي لما قالت الشقة لكما، إذا اعتبرنا هذا وصية، إذا اعتبرنا وصية فالوصية بحسب موافقة الورثة. إذا عارض هؤلاء الأخوال لا تنفذ الوصية، يصير المال كل التركة كلها تعتبر يعني ملك للورثة، ملك للورثة جميعا. وبالتالي يقسمونها قسمة ميراث، تأخذ البنتين الثلثين، والباقي اللي هو الثلث يأخذه هؤلاء الأخوال اللي هم إخوة أشقاء. أما إذا كان الوصية هذه أمضاها الأخوال وافقوا عليها، فالوصية تكون في حدود الثلث، ثلث التركة. فننظر نحن إذا كان هذه الشقة تمثل ثلث التركة التي تركتها الأم، عندها أموال أخرى، عندها إذا كانت تمثل الثلث فيعطى لهم هذه الشقة لهؤلاء البنتين، وكذلك يرثون من المال البقية المال، يأخذون الثلثين والثلث لهؤلاء الأخوال. أما إذا كانت الشقة هذه هي أكثر من الثلث فهم لا يستحقون إلا الثلث من الوصية، ويستحقون الثلثين من الـ يعني من الـ من بقية المال. هكذا يقسم الميراث، لأن هي لما قالت لهم ما تنسوش أخوالكم، يعني كأنها تقول لهم هذه ليست هبة لكم، يعني ليست هبة لكم، أنا لم أهبكم الآن، إنما عليكم أن تعطوا أخوالكم حقهم. هذا هو يعني. وشيخنا لكن يعني قسموا، باعوا هذه الشقة. وبعد 3 سنوات جاءوا الأخوال وقالوا نحن نسأل. نعم في هذه. نعم من حقهم. يطالبون على كل. والدين عليهم. طبعا إذا سواء اعتبرنا هذا وصية. من الأم، إذا كان اعتبرناها وصية قلنا الوصية تنفذ، هي وصية لوارث يجب أن يوافق الأخوال، لأن الأخوال ورثة. هم إخوة أشقاء، فإذا وافقوا فإنه الشقة هذه إذا كانت تمثل الثلث أو هي أقل من الثلث مالها يكون لهؤلاء البنتين. هذا إذا كان اعتبرنا وصية. أما إذا رفضوا الوصية الأخوال، رفضوها أصلا، فإن هذا المال كله يعني الشقة والأموال الأخرى التي تركتها هذه الوالدة تقسم ميراثا، فيستحق البنتين الثلثين والثلث يأخذه الأخوال. من حقهم يأخذوا الأخوال على كل الأحوال. يعني سواء اعتبرناها وصية أم لم نعتبرها وصية، رفضوها الأخوال أصلا مثلا، فإن الأخوال يأخذون على كل الأحوال، لأن الأخوال هنا هم إخوة أشقاء. إذا كان معهم خالات هم أخوات شقيقات. فإذا كان البنتين والإخوة الأشقاء البنتين يأخذوا الثلثين والباقي يأخذه هؤلاء الأخوال لهم إخوة أشقاء وأخوات شقيقات. يأخذونه تعصيبا لهو الثلث. بارك الله فيك شيخنا، الله يجزيك خير. أم معاذ من ميلا تسأل عن الصلاة، تقول لك أنا مريضة. وفي التشهد الأخير يعني نقعد على كرسي. إذا كان التشهد الأخير تقعد على كرسي لا إشكال في ذلك، لأن الإنسان مأمور بأن يصلي بحسب استطاعته، فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، بحسب الاستطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كان مريضا، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبين، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنبين. فلهذا يعني يجوز لها أن تجلس على الكرسي ولا حرج في ذلك، وتصلي وصلاتها صحيحة ما دام هي لا تستطيع النزول، عندها مشكلة في الركبتين ونحو ذلك. بارك الله فيك شيخنا، أذان صلاة المغرب. مشاهدينا الكرام يرفعوا على مسامعنا أذان صلاة المغرب للجزائر العاصمة وضواحيها، فلننصت لأذان الحق ونعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة إن شاء الله. نعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. شيخنا أم معاذ دائماً من ميلا تسأل إذا تحب تكمل الكشمة تزيدها في السؤال الأول عن نعم. عن الصلاة. نعم ذكرنا في الجواب أنها تصلي على الكرسي هي نعم. تصلي صلاة عادية لكن عندما يأتي السجود لا تستطيع أن تهوي نعم. تصلي على الكرسي تكمل على الكرسي نعم. ما دام عندها مشقة وعندها حرج لا حرج في ذلك هذا أمر جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فالإنسان يصلي حيثما يتيسر له الأمر نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا تسأل عن القضاء عن الصلاة قضاء الصلاة كذلك هي أم محمد نعم كذلك في سؤالها الله أعلم ذكرت أنها يعني تقرأ الأذكار وهي على الكرسي نعم لما تكمل الصلاة والنوافل أيضا يعني في حالات أنها في حالات أحيانا أنها تصلي صلاة عادية لكنها لا تستطيع أن تكمل الأذكار وهي جالسة بعد السلام لأنها لا تستطيع أن تتحمل الجلوس على ركبتها فتجعل الكرسي هذا لا إشكال فيه نعم. يعني يذكر الإنسان رب العالمين بأي طريقة كانت يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم فلا حرج في ذلك هذا كله جائز والإنسان ما دام في مصلاه يذكر الله عز وجل الملائكة تستغفر له مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتستغفر للعبد ما دام في مصلاه فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا فضل عظيم نعم. أما بالنسبة للنوافل قالت تصليهم على الكرسي هذا كذلك لا حرج في ذلك وهذا أمر جائز والإنسان لو كان قادرا على القيام وصلى النوافل جالسا فإن له نصف أجر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أما لو كان قادر عفوا كان غير قادر
على القيام وصلى النوافل جالسا هذا ينال الأجر كاملا. نعم. لأنه كان في حالات نشاطه وقوته سابقا كان يصلي النوافل على أكمل صورة وعلى أكمل حالة، لكنه عجز الآن فصار يصليها جالسا، فالإنسان هنا ينال الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم. يكتب له الأجر كاملا. نعم. نعم. القضاء الصلاة ما هو سؤالها؟ تسأل عن قضاء الصلاة، تقول لك يعني قضاء الصلاة يعني بديت الصلاة في عمر 14 سنة وبعض الأحيان نصلي وما نصليش، نفس السؤال تاني كتاع أم محمد. نعم، هي الآن تحاول أن تعرف كم تركت من الصلوات تقدر. نعم. يعني لأن الصلاة أمرها ليس بالأمر السهل والهين. نعم. فالصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأهم ما يحرص عليه المسلم بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة، إقامة الصلاة. نعم، إقامة الصلاة هذا يعني أهم شيء يحرص عليه المسلم بعد الشهادتين، الحرص على الصلاة. فلهذا هي تحاول أن تبرئ ذمتها، تقدر كم تركت من صلاة، يعني تجعل احتياط. يعني هي مدام قالت أنها قضت الصلوات التي عليها ولكن ما زال عندها تردد وشك أن احتمال لم تقضي كل الصلوات. نعم. يمكن عندها مثلا نصف سنة ناقصة لم تصليها أو سنة لم تصليها، فتجعل احتياطا وتصلي الصلوات التي تشك أنها لم تصليها حتى تبرئ ذمتها أمام الله عز وجل. فإن كان فعلا لم تصليها الحمد لله تكون قضت، وإن كان قد صلتها فإن هذه الصلوات تحسب لها نوافل تؤجر عليها، وهذه النوافل هي مكملة للفرائض يوم القيامة، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان عندما توزن له صلاته فيوجد فيها نقص وخلل يقول رب العالمين انظروا لعبدي هل من نفل كملوا به النقص، فينظروا إذا عنده نوافل يكملون بها النقص الذي حصل في الصلاة. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا. تسأل عن الوضوء الأكبر، تقول لك يعني في الاستحمام أو في الوضوء الأكبر هل أبدأ بالوضوء الأصغر أم بالوضوء الأكبر؟ بالنسبة للغسل يذكرت أنهم أول شيء تغتسل بالصابون ونحو ذلك، طبعا هذا يقدم، يعني الغسل النظافة يعني بالصابون وبالشامبو وغير ذلك بالغسول هذا يقدم، ثم بعد ذلك يأتي الغسل الأكبر. الغسل الأكبر في السنة النبوية أن الإنسان يبدأ بغسل أعضاء الوضوء. نعم. يعني الإنسان أول ما يبدأ بغسل يديه، ثم يغسل السبيلين موضع الأذى، ثم بعد ذلك أول ما يبدأ بأن يغسل أعضاء الوضوء يقدمها لشرفها. نعم. فتقدم أعضاء الوضوء، يبدأ الإنسان يعني المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه كله مرة واحدة. نعم. ويديه المرفقين، وبعد ذلك يمسح الرأس ويمسح الأذنين. واختلف العلماء هنا هل يؤخر رجليه أم يقدم رجليه، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه. فالمهم بعد ذلك يبدأ الاغتسال بأن تحثو على رأسها 3 حثوات من ماء، كما جاء في الحديث يعني أم سلم رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضن الماء عليك فإذا أنت قد طهرت، بمعنى تخلل الشعر ثم بعد ذلك تصب الماء على الجهة اليمنى فتغسل الميامن ثم بعد ذلك المياسر، ثم تجعل تصب الماء على الجسم كله ومع التدلك، فبهذا تكون قد أكملت غسلها. نعم. إذا لم يحصل لها أي ناقض أثناء الغسل، لم يحصل أي ناقض لما كانت تغتسل، فإنها تعتبر متطهرة الآن، تستطيع أن تصلي به. سبحان الله. لكن إذا ارتكبت إحدى النواقض أثناء غسلها، ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء 16 ناقضا أو 15 على خلاف في بعضها، فإنها بعد أن تكمل الغسل تتوضأ مرة أخرى. نعم. هكذا يكون الغسل الأكبر. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نستقبل مكالمة الأخ كمال من وهران. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ كمال. يقول لك لكم كمال لباس. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظك يبارك فيك. آمين. بارك الله فيك. عندي سؤال أخي لحفظك. تفضل السؤال الأول. ما يخليك، شوف أنا عندي ضغط العين. عندك؟ عندي ضغط العين. ضغط العين. نعم. على العين. إيه. كيف صلي نكبر ونكبر واقف. نعم. واقف ونقرأ سورة الفاتحة واقف ونركع. نعم. ونطلع من الركوع ساكن نزيد نزلنا في الكرسي وغير غير يوصل النص هكا. نعم. ونقدش نحط راسي كاع في الأرض. نعم، في السجود. فهمتني؟ نعم، واضح. لا السؤال الثاني، السؤال الثاني أخي.
انا ما عندي كيشغل عندي شويه دراهم تاع وليده الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه ويسع عليه وجميع اموات المسلمين. خليتها لي انا اعطيتها لي في 2004 عندي اموال. قالت لي ما نخدم بها لخوتك وكي ربي يفرج عليك سمها ليهم. نعم هذا النصيب هذا. ودوك انا بغيت نسقسي زعما داك قديم اسكو غير داك النصيب ولا نزيد عليه شويه ولا الاستاذ يفهمني خويا كي معاك. نعم. بارك الله فيك ربي. بارك الله فيك الله يرحمها. شكرا. سؤال فهم. واضح عندك سؤال اخر. ربي يجازيك. يحيي الوالده. لا توفات الوالده الله يرحمها. تفرموا راها الله يرحمها خويا كامل الله يرحمه ويسع عليه. خليت لي 100 مليون سنتيم. خليت هذه داك الوقت. نعم. في 2004. نعم. 2004 قالت لي 100 مليون سنتيم. قالت لي خدم على خاوتك وكاع. قالت لي وكي ربي يفرج عليك اسمها ليهم. طيب. وانا زعما خدمت على خوتي كبرتهم زعما هكا اللي زوجتها كاين كل شيء كاع عندك المال. ودوك طولت شويه بغيت نقسم داك المال عليهم. اسكو غير داك النصيب ولا نزيد عليه ولا فهموني خويا ربي يجزيك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا خويا كمال. واضح. جزاك الله خير على الامانه هذه. امين. سيدي بالعباس. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ابو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك؟ انا بس الحمد لله. الحمد لله. تفضل. تحيه لكم الشيخ بارك الله. الله يخليك ويطول في عمرك. السؤال الاول من فضلك. تفضل. اذا كانت سنه الغسل والصلاه ركعتين بشرط الاتصال بالاحرام. الغسل؟ اذا كانت سنه الغسل وصلاه ركعتين تحصل بشرط الاتصال بالاحرام. فما حكم الذي يحرم في الطائرة وقد اغتسل في بيته ويخرج في الطريق إلى المطار وينتظر ذلك حتى تنطلق الطائرة؟ نعم. واضح شيخ. واضح. السؤال الثاني. هل صلاة ركعتي الطواف لها وقت إكراه وقت حرمة أم هي من ذات الأسباب؟ هل ركعتين الطواف الإحرام ركعتي الطواف طواف. نعم. لها وقت كراهة كرهة وحرمة. واضح أبو ياسر. واضح. السؤال الثالث من فضلك. طيب تفضل. السؤال الثالث. هل يصح أن يقص الشعر لزوجته للتحلل من الإحرام؟ هل يصح للرجل أن يقص شعر زوجته عند التحلل من الإحرام؟ واضح أبو ياسر. نزيد سؤال من فضلك. تفضل. السؤال الرابع. حكم لبس الحزام وحمل الحقيبة التي تعلق في العنق أو على الكتف. حزام أو الحقيبة. راك رايح العمرة إن شاء الله. إن شاء الله الله يتقبل إن شاء الله. ان شاء الله. السؤال الاخير ابو يحيى. على العمره. انتهي على العمره. هل يصح للزوجه اثناء الاحرام اثناء الاحرام ان تحمل في جيوب جلبابها الحلي نتاعها؟ نعم. والوثائق والنقود التي لها ولزوجها. الحلي والوثائق التي لها ولزوجها. ربي يحفظك. والمقص ايضا. الله يحفظك. الله يتقبل منكم ان شاء الله. ادعوا لنا معاكم. صح. الله يحفظك ان شاء الله تعود سالم غانم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك. فاطمه ونجيب ان شاء الله. ها فاطمه من غليزان. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام شيخنا كرام. الله يحفظك. تفضلي اختي فاطمه. الحمد لله. عندي واحد السؤال محيرني من شحال من زمان على بويا كما نقولوا حنايا. الله يرحمه مسكين. تفضلي. الو. تفضلي انا نسمع فيك. ايه كان عنده لانكا تاع جاج هكا حنا نقولوا له خوري بالعاميه. نعم. عندنا ايه كان معمر خير الجاج هذاك البيض هذا البيض حوم البيضاء. نعم. ايه ويدخلوا عنده ولا دخلوا عنده كط سمحوا لي كط دخل عنده تخيل يدخل عنده كاع قتل هذاك الجاج في الكراج. نعم. ايه وقتلهم ومانيش عارف حكم هذا شنو هذا وضيعوا له. ايه قتل القطط. واو دوك هما من دخل منين دخل صباح كاع كعكات الدجاج مذبحاه لا مجي سهله. وهذا السؤال راه محيرني بزاف عليه. الله يرحمه عمو علي. توفى الوالد الله يرحمه ويسع عليه.
ودعوا له بالرحمة. الله يرحمه ويسع عليه ويرحم شرف في قلب جميع أموات المسلمين إن شاء الله. صالحة. إن شاء الله. يا بارك الله فيكم ولكثر من تاكم. آمين. الله يحفظك. الله يحفظك حجة فاطمة. إيه ودعينا ندعو الغيث رانا شوية رطينا عليه ما نش ندعو له دعونا معنا نعم. إن شاء الله دعونا نعم. ربي إن شاء الله يغيثنا. إن شاء الله نزول المطر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله. سلام خويا. الله يسقينا إن شاء الله ويغيثنا. سقيا رحمة إن شاء الله لا سقيا عذاب ولا هدم يا رب. شيخنا نجاوبوا على بعض الأسئلة إن شاء الله. نبدأ من الأخ كمال أم محمد. لا مازال أم معاذ ما شاء الله عندها بعض الأسئلة ما جاوبناهمش. عندهم مسجون من العائلة راهو في السجن وفي رمضان يعني يقول لك زكاة الفطر هل هم يخرجونها؟ نعم لا بأس بذلك أن يخرجوا عنه زكاة الفطر. نعم يعني يجوز الإنسان أن يتبرع عن فلان أو عن عائلة معينة ويخرج عنهم زكاة الفطر، لكن زكاة الفطر تحتاج إلى نية. نعم يعني يخبروه بذلك بأنهم سيخرجون عنه. نعم فالإنسان إذا كان عنده تحت ولايته أو أقصد أولاده مثلا هو ينفق عليهم وهذا لا إشكال أنه هو ينوي عنهم، ولكن مدام هم يخرجونها عن هذا السجين فيخبروه بذلك ويخرجون عنه وعملهم صحيح. نعم بارك الله فيك شيخنا. أم محمد من مشرية تقول لك الحلف، يعني كان عندي مشكلة وعطاني 100,000 وأنا نحلف له نقول له لا ما تعطي ليش هو يحلف وأنا نحلف. نعم عليها الكفارة في هذه الحالة، يعني الذي خلف يمينه يعني حنث نعم عليه الكفارة. فإذا كان هي الاثنين لا هو 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 لم يحنث نعم هي حنثت أظن نعم هي حنثت، إذن عليها هي الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا كان حالها موسر تطعم 10 مساكين، هذه كفارة عن يمينها لأن حنثت نعم. هو أظنه لم يحنث نعم. يعني لأن هي التي وافقت، يعني هو أظن لم يحنث هكذا نعم. فإذا لم يحنث هو ليس عليه كفارة، لكن هي عليها الكفارة في هذه الحالة. يعني الذي أخذها الذي أخذ نعم عليه الكفارة. نعم بارك نعم. الله فيك نعم. الله يجزيك خير. الأخ كمال من وهران يقول لك عندي ضغط في العين، ربي يشافيه ويعافيه. نعم ما دام الضغط في العين هذا يمنعه من السجود نعم. لأن الطبيب يمنعه يقول حاول أن لا تسجد، فلا بأس أن يومئ، بمعنى يقرأ مثل ما قال يقرأ الصورة والفاتحة والصورة ويركع ويرفع من الركوع، ثم عندما ينزل السجود يحاول أن ينزل إلى الأرض لا يسجد يعني سجودا كاملا، إنما يومئ برأسه يطأطئ رأسه ثم يرفعه ثم يطأطئ مرة أخرى ويرفعه، هكذا يتم سجوده. يعني إذا كان هكذا سؤاله حسب ما نعم هذا فاتقوا الله ما استطعتم، هكذا يقول رب العالمين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم بارك نعم. الله فيك شيخنا. عنده الوالدة نتاعه الله يرحمها أعطته 100 مليون وخدم بهذوك 100 مليون، شرى بها سيارة الله أعلم، خدم بها تاكسي. يقول لك الآن حبيت نقسم يعني حسب الوصاية تاع الوالدة نتاعه، قلت له أخدم بهم وبعدك قسمهم على خاوتك، هل يزيد فوق 100 مليون أم يقسم غير 100 مليون؟ هو بالنسبة للمال أخذه في سنة 2004 هكذا نعم، هو المفروض عند قضاء الديون الآن ما دام العملة صارت مضطربة وصار الذهب في تزايد، يعني الفتوى التي نفتي بها أنه يقوم باعتبار قيمة الذهب في ذلك الوقت نعم. إذا كان هذا المبلغ ينظر كم يساوي من ذهب يعني كم من غرام فيقضي دينه باعتبار قيمة الذهب، يعني ذلك المبلغ في ذلك الوقت كم يساوي الذهب، فننظر الآن الذهب كم هو يعني كم هذه الغرامات كم تساوي بالنقود يعني ذهبا، هذه الغرامات ذهبا كم تساوي نقود، فهو يطالب بهذا المبلغ. وهذه فتوى القاضي أبو يوسف وهي معتمدة الآن يعني في كثير من الفتاوى فتاوى الديون، لكن إذا إخوانه سامحوه قالوا له نحن أعطينا المبلغ هذا فقط فالحمد لله هم تنازلوا عن حقهم وجزاهم الله خيرا، ما دام هو تعب عليهم وزوجهم وكذا يخبرهم يقول لهم ها هو المبلغ الذي سلمته الوالدة، إذا هم قالوا نقسم هذا فقط الحمد لله نعم. هم تنازلوا عن حقهم، أما إذا حصلت مشاحة وصار كل واحد يعني يطلب في حقه أزيد نعم. فمثل ما قلت أننا ننظر ذلك المبلغ ما يقابله الذهب نعم. في ذلك الوقت في ذلك 2004 نعم 2004 كم كان الذهب يساوي، فمثلا وجدنا 10 غرام ذهب
فنقول له ادفع لهم 10 غرام ذهب، يعني ما يساوي 10 غرام ذهب من النقود. نعم. وشيخنا 100 بليون هذاك الوقت اليوم هنا هذا فيها زكاة ولا ما فيهاش إذا كان الدين؟ الدين هو عادة الدين يعني بمعنى لما يستلمه الإنسان يزكيه لسنة واحدة. نعم. فهي هذه الوالدة يعني ماتت، وبالتالي المال هذا انتقل إلى الورثة. نعم. فننظر نصيب كل وارث، هل كل وارث هل استلم نصابا أم لا، لا ننظر مجموع المال. نعم. إنما ننظر نصيب كل وارث، هل استلم، هل سيستلم نصابا أم لا. نعم. فإذا كان لا يستلم نصابا فهو ليس مطلوب منه أن يخرج الزكاة السنوات الماضية. نعم. أما إذا كان سيستلم نصابا وتأخر المال لم يسدد، ففي هذه الحالة يطالبون بإخراج زكاة سنة واحدة. نعم. أو عفوا لما يستلمون المال يستقبلون به حولا كاملا، لأن هذا ليس دينا، هذا يعني مال مستفاد. نعم. هذا ميراث. نعم. سلم لهم، يستقبلون به حولا كاملا إذا كان نصابا. أما إذا كان أقل من النصاب فلا يطالبون بإخراج الزكاة عنه، لأنه مال مستفاد لكنه أقل من النصاب. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا، الله يجزيك خير. أم يسرى سألتنا يوم الخميس، تقول لك أنا نأخذ بعض الزهور والورود ويعني الزينة. نعم. أشجار الزينة من تاجر كبير. نعم. نجيبهم لعند المحل ونتصل بالزبائن ونبيع لهم، يعني تأخذ هذاك السلعة. نعم. تأخذها. نعم. بيدين. نعم. نبيع لهم نأخذ الفائدة نتاعي، والمال هذاك نروح نسدد به التاجر الكبير. نعم. هذا أمر جائز. تقول لك يعني هل. نعم. وقعت في الربا؟ لا، ليس هنا ربا، لأن هي أخذته بالدين بمعنى. نعم. اشترت بالكلمة. نعم. يعني بالصيغة. نعم. بمعنى اشترت منه بالصيغة، يعني قالت له بيع لي هذه وبيع لي هذه وبيع لي هذه، ملكتهم الآن. نعم. وبقي الثمن لم تدفعه، بقي دين في ذمتها. نعم. فهي الآن ملكت، لأنها لو تلفت الزهور عندها فهي تتحمل المسؤولية وهي تضمن الخسارة. نعم. هو ليس لم يوكلها، لم يقول لها خذي بيعي هذه وسأعطيك أجرتك، إنما هي اشترت منه، أخذت هذه الزهور دينا وستبيعها، فالغنم بالغرم والخراج بالضمان. نعم. فالغنم بالغرم، يعني مثل ما هي تضمن الخسارة هي تأخذ الربح، من حقها هذا الربح، وعامله إن شاء الله صحيح. وليس هناك أي صورة، يعني لا يوجد هنا ربا يعني. نعم. نعم. الله يوفقها في تجارتها. نعم. إن شاء الله. أم يسرى واضح الجواب. نعم. إن شاء الله. وأيضا نذكر مشاهدينا الكرام، إذا فاتتكم الإجابة هناك يعني موقع إلكتروني يظهر آخر الحصة، بإمكانكم الدخول هذا الموقع والمشاهدة الحصة إن شاء الله. طيب، أيضا تسأل عن النوافل. نعم. نعم. ما بها النوافل؟ النوافل يعني متى وكيف، كم عدد ركعاتها؟ النوافل، هناك النوافل وهناك الرواتب. نعم. الرواتب هي 12 ركعة. نعم. من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. 4 ركعات قبل الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر قبل أن تؤدي الفريضة، وركعتين بعد الظهر هذه 6، ركعتين بعد المغرب هذه 8، ركعتين بعد العشاء هذه 12، وركعتين قبل صلاة الصبح 10، وهذه 12، ركعتين بعد العشاء 10، ركعتين قبل صلاة الصبح 12 ركعة. هذه الرواتب، ويعني هناك من العلماء من يرى بأن الرواتب ليس لها وقت محدد. نعم. أما النوافل فالنوافل مطلقة تصلى في أي وقت ما عدا بعد العصر وبعد الصبح، لا توجد نوافل لأن هذه أوقات كراهة. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نعم. أبو ياسر من سيدي بالعباس. نعم. هو رايح إن شاء الله للعمرة، هناك بعض الأسئلة، 5 أسئلة تحب نعطيه له يعني موجز. نعم. كامل ولا نطرح لك الأسئلة؟ الأسئلة يعني طيب، الأسئلة يسأل عن الغسل وصلاة ركعتين، يعني هو رايح في الطائرة. نعم. يقول لك نغتسل في الدار ونصلي ركعتين في الدار أم في الطائرة، عند يعني عندما يخبر الكابتن. نعم. ولا نعم. لأننا فوق الميقات. نعم. يمكنه أن يغتسل في البيت ويسافر ويصلي ركعتين في الطائرة وينوي هناك. نعم. وإذا أراد أن يحرم من مدينة جدة فهذا أمر كذلك جائز وأرفق، يعني أبعد عن المشقة. نعم. يستطيع إنسان أن يحرم من جدة، لأن جدة هي ليست ميقاتا لكنها نقطة يجوز الإحرام منها، لأنها هي بين ميقاتين، فهي جاءت بين ميقات الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر. نعم. والجزائر رابغ. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم. نعم. والفقهاء يقررون أن كل نقطة جاءت بين ميقاتين يجوز الإحرام منها ولا حرج في ذلك، فلو أخر يعني إلى جدة هذا أولى، يمكن يغتسل في جدة في المطار هناك ويصلي ركعتين هناك وينوي، وعمله صحيح وليس عليه أي إثم
وليس عليه دم ولا لا يطالب بذبح شاة ولا شيء. نعم. وهذه فتوى علماؤنا ومشايخنا من أهل الجزائر وغيرهم. نعم. نعم. هل ركعتين الطواف لها وقت؟ ركعتين الطواف هي لا تصلى بعد العصر وبعد الصبح، لأن هذا وقت كراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبالتالي ركعتي الإحرام لا تصلى بعد الصبح وبعد العصر. نعم. يسأل أيضا عن قص شعر الزوجة، هل بعد التحلل من الإحرام؟ نعم لا بأس بذلك، هذا أمر جائز. قبل؟ لا بعد الإحرام. بعد الإحرام يعني أقصد بعد أن يكمل الطواف والسعي. نعم. فبعد أن يكمل السعي يكون هناك التحلل. نعم. فالتحلل هو بقص الشعر، يعني بحلق الشعر بالنسبة للرجل أو قصه، وبالنسبة للمرأة بأن تقص من شعرها بمقدار أنملة. نعم. بمقدار أنملة. فهو يسأل أنه يأخذ شيء من شعرها، بمعنى يقص لها الشعر. نعم. بمعنى هو يتولى عملية القص بالنسبة لزوجته، هذا أمر لا إشكال فيه ولا حرج في ذلك، لأن الشعر هو ليس محلا للمتعة واللذة غالبا يعني. نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم. يسأل عن لبس الحزام والحقيبة، هل هي من المخيط أم لا؟ هذه يعني العلماء قديما تسامحوا فيها، وسلفنا الصالح كانوا يجيزون هذا الحزام، لكن هم كانوا يضعونه على الجلد، لم يكونوا يربطون به الحزام، يربطون به الإحرام، فكانوا يضعونه على الجلد، فلهذا تساهلوا فيه ورخصوا فيه. أما الآن أنه يربط به الحزام، هذا هو الإشكال. فلهذا الأفضل أن الإنسان يعني يفتدي عليه ويخرج الفدية العامة، هذا احتياطا. ولو أنه ربط الحزام بعد يعني بعد عقد الإحرام فهذا أولى وأفضل ويخرج عليه. أما كونه يكون الحزام مربوط قبل أن يعقد النية وقبل أن يعقد الإحرام، فهذا يخشى أنه أصلا لم يتجرد من الإحرام. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. في عجالة لم يتجرد من المخيط أقصد. من المخيط. نعم. نعم. بارك الله فيك. هل يصح للزوجة أن تحمل معها الحلي؟ نعم. والمقص يعني اللي. نعم لا حرج. نعم. في ذلك، هذا أمر جائز، ولو أن هذه المرأة أحرمت بحليها فلا إشكال في ذلك، فقد جاء في مصنف بن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر الإمام نافع أن عبد الله بن عمر كان نساءه يحرمن بالعمرة وهن يلبسن الحلي، وهن يلبسن الحلي. فلو أن المرأة يعني طافت بالبيت اعتمرت أو حجت وهي تلبس الحلي فهذا لا حرج فيه وأمر جائز شرعا، لا إشكال في ذلك، ولو أنها حملت فهذا أمر لا بأس. بارك الله فيك شيخنا. الله يجزيك خير، الله يفعل بعلمكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.